السلام عليكم. قصص الأنبياء. آدم عليه السلام. النبي آدم عليه السلام، هل تعرفون أعزائي من هو أول البشر وأبو البشر وأول الأنبياء وأبو الأنبياء، ومن هو أول من قص الله علينا قصته في القرآن الكريم؟ هل تعرفونه؟ إنه آدم عليه السلام، فهو أول البشر وأبو البشر وأبو الأنبياء، وهو أول من قص الله تعالى علينا قصته في القرآن الكريم، لأنه أول إنسان خلقه الله. حوار مع الملائكة. كانت الأرض خالية، وكان الله سبحانه وتعالى قد هيأ لنا من يسكنها ويعمرها، فقال للملائكة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني جاعل في الأرض خليفة. وتفسير الآية: إن الله سيجعل في الأرض قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. فقالت الملائكة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وتفسير الآية: أتجعل في الأرض من يرتكب فيها من المعاصي ويقتل ويريق الدماء، ونحن نعبدك ونسبح لك ونقدسك ولا نعصي لك أمرا. قال الله تعالى: قال إني أعلم ما لا تعلمون. وتفسير الآية: إنه يعلم الفائدة من خلق آدم، فمن نسله سيوجد الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون. خلق آدم. ورأى الملائكة كيف أن الله أمر سيدنا جبريل أن يجمع حفنة من تراب الأرض تنوعت فيها الألوان الأسود والأبيض والأصفر والأحمر، وهي ألوان الناس على وجه الأرض، وكيف مزج سبحانه قبضة التراب بالماء فصار طينا، ثم جعله على شكل بشر، ثم نفخ فيه من روحه فدبت الحياة فيه، ثم علمه أسماء الأشياء والمخلوقات، فعلمه اسم كل دابة تدب على الأرض واسم كل طير يطير في السماء، علمه أسماء كل ما يوجد في الأرض أو فوقها، حتى أسماء الملائكة علمه إياها. وأمر الله الملائكة أن تسجد لأبينا آدم بعد أن سألهم عن أسماء الأشياء، فلم يعرفوا الإجابة عن أسمائهم فلم يعرفوا الإجابة عن أسمائها. وبعدما رأى الملائكة ما رأوا، نفذوا أمر ربهم وسجدوا لآدم سجود تحية وتكريم. وكما جاء في حديث رسول الله، فقد خلق الله آدم في يوم الجمعة، حيث قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج من الجنة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. حوار مع إبليس. لكن إبليس رفض السجود لآدم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال إبليس:
أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلعنه الله وطرده من رحمته ووعده بأنه سيدخل النار. فسأل إبليس ربه أن يعطيه فرصة في الدنيا إلى يوم القيامة ليجعل آدم وذريته يرتكبون المعاصي فيدخلون معه النار. وهكذا عرف آدم أن إبليس هو عدو له ولذريته ولأحفاده ولبني البشر أجمعين، وحذره الله منه ونصحه بأن يتجنب أقواله وأفعاله حتى لا يهلك معه في النار يوم الحساب. خلق حواء. ظل سيدنا آدم وحيدا في الجنة، وذات يوم نام نومة، ولما استيقظ وجد عند رأسه امرأة قاعدة، خلق الله من ضلعه الأقصر الأيسر وهو نائم. سألها آدم: من أنت؟ قالت امرأة. قال: ولما خلقت؟ قالت: لتسكن إلي وتأنس بي. وأمر الله تعالى آدم أن يسكن هو وزوجته الجنة ويأكل من خيراتها وثمارها، وحذرهما من أن يقترب شجرة واحدة مخصوصة، ونهاهما أن يقطف ثمارها حتى لا يكون من الظالمين لنفسيهما بعصيان أوامره ونواهيه. إغواء إبليس وخروج آدم وحواء من الجنة. أخذ إبليس يتقرب إلى آدم وحواء ويوسوس لهما ليسلب منهما كل النعم التي وهبها لهما الله، متصنفا دور الناصح الذي لا يريد لهما سوى الخير. ونسي آدم أن إبليس عدو له، ونسي تحذير الله وتنبيهه له، فأكل من الشجرة المحرمة. هبوط آدم وحواء إلى الأرض. وهكذا وقع في الخطيئة، فانكشف لهما عريهما وأسرع يقطفان من ورق الشجر ويضمان بعضه إلى بعض لستر عوراتهما وهما يشعران بالخجل والندم الشديد. اعترف آدم وحواء بذنبهما وطلب التوبة والمغفرة من الله، فتاب الله عليهما وعفى عنهما وأمرهما بعد ذلك بالنزول إلى الأرض، وأخبرهما أن الأرض هي مستقرهما ومكانهما الحقيقي الذي وجد وخلق من أجل عمارته والتمتع بنعمه وخيراته، وحذرهما مرة ثانية من إبليس اللعين لأنه لن يتركهما يعيشان في سعادة واحدة وراحة بال. قابيل وهابيل. وما هي إلا شهور قليلة حتى وضعت حواء توأما قابيل ومعه أخت، وبعد مرور عام وضعت توأما ثانيا هابيل ومعه أخت. وبعدها كبر قابيل وهابيل، اشتغل قابيل مزارعا وعمل هابيل راعيا للغنم. كان هابيل مطيعا لوالديه، كريما يحب فعل الخير وتقديم يد المساعدة لكل من يلتجئ إليه، على عكس قابيل الذي عرف بالبخل والكسل والخمول وعدم الجدية في العمل. أول جريمة قتل في التاريخ البشري. أراد سيدنا آدم أن يزوج قابيل وهابيل، ففكر في تزويج أخت قابيل لهابيل وأخت هابيل لقابيل، وكانت أخت قابيل أكثر جمالا من أخت هابيل، فوسوس إبليس لقابيل فاعترض هذا الأخير على زواج هابيل من أخته التي ولدت معه. وهدى الله سيدنا آدم إلى حل، وهو أن يقرب كل واحد منهما قربانا إلى الله، فمن يتقبل منه الله قربانا يتزوج الفتاة التي يريدها. وقدم هابيل كبشا سمينا من أجود أغنامه وأملحها، وأما قابيل فقدم حزمة من رديء زرعه، فتقبل الله صدقة هابيل فاغتاظ قابيل وفكر في قتل أخيه هابيل. وذات يوم
وبينما كان هابيل نائما رماه قابيل بحجر كبير نزل على رأسه فحطمه، وهكذا قتل قابيل أخاه هابيل دون أي ذنب ارتكبه. الغراب المعلم. حمل قابيل جثة أخيه هابيل على ظهره وراح يمشي بها دون هدف، يريد أن يخفي الجثة ولكن لا يعرف كيف ولا أين. وبينما هو سائر رأى أمامه غرابين يتقاتلان إلى أن هلك أحدهما الآخر، فعمد الغراب القاتل إلى الأرض يحفر للقتيل فيها حفرة بمنقاره وبرجليه، ثم ألقاه فيها وردم عليه التراب. وأحس قابيل أن الغراب كان أحسن منه إذ عرف كيف يتعامل مع جثة الغراب الميت، أما هو فعجز وتملكته الحيرة وأسرع إلى حفر حفرة تسع جثة أخيه، ثم دفنها فيها وأهال عليها التراب. وندم قابيل الندم الشديد، ولكن بعد فوات الأوان. الخاتمة. واستمرت الحياة ووضعت حواء لآدم بعد مقتل ولده هابيل ولدا أسمياه شيت، ويعني هبة الله. ثم انتشر الناس وبعد ذلك في الأرض وكثروا، وتوفي آدم عليه السلام بعد عمر طويل جدا، وحضرت الملائكة وغسلته وكفنته في ثياب. فسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وانتهت القصة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى قصة مقبلة إن شاء الله.